في هذا العرض سنبدأ بالحصول على بعض الخبرة في حل المعادلات الجذرية أو المعادلات التي تحتوي على جذر تربيعي أو جذور أعلى. أيضا سنحاول أن نفهم ظاهرة مهمة ستتبلور خلال قيامنا بحل المعادلات. دعوني أوضح ما أتحدث عنها. فلنفترض أن لدي المعادلة التالية: الجذر التربيعي لX يساوي 2x ناقص 6. الآن واحدة من الأشياء التي ستراها عندما تقوم بحل مثل هذه المعادلات الجذرية هي أننا سنضطر لعزل واحد على الأقل من الجذور، وفي هذه المعادلة لدينا جذر واحد، وعندما نعزل واحد من الجذور في طرف واحد من المعادلة فسيبدو هكذا: لدي هنا الجذر التربيعي لX معزولا في الطرف الأيسر، ثم نقوم بتربيع طرفي المعادلة. دعونا إذن نقوم بتربيع طرفي المعادلة، وسأكتبها مجددا وسأقوم بحلها على مهل. سأقوم بتربيع هذا وسيصبح يساوي 2x ناقص 6 الكل تربيع، والتربيع عملية جيدة. فإذا كان هذا يساوي هذا فتربيع هذه العبارة سيساوي مربع تلك. نستمر إذن. فعندما نأخذ الجذر التربيعي لX ونقوم بتربيعه سيكون الناتج عبارة عن X، ونحصل على X تساوي مربع هذه العبارة 2X تربيع، أي 4X تربيع، وهذه العبارة في الأصل هي 2X، ونضرب هاتان القيمتان فيكون الناتج ناقص 12x، وسيكون ضرب 2 أي ناقص 24x ناقص 6 تربيع ويساوي 36. وإذا وجدت أن الانتقال من هذه إلى هذه صعب، فربما عليك أن تقوم بمراجعة ضرب العبارات متعددة الحدود أو ضرب المعادلات ذات الحدين أو الحالات الخاصة التي نقوم بتربيع المعادلات ذات الحدين فيها. لكن بصورة عامة أن هذه العبارة مربعة هي نفسها تلك، ثم لدينا ناقص 2 ضرب ناتج هاتان، ناتج هذان المقداران هو ناقص 12x، و2 ضرب هذا يساوي ناقص 24x، وكل هذا المقدار مربع. إذن هذه هي المعادلة مبسطة قدر الإمكان، ولنرى ما سيحدث إذا قمنا بطرح X من طرفي المعادلة. فسيصبح الجانب الأيسر منها يساوي 0، والجانب الأيمن سيكون 4X تربيع ناقص 25X زائد 36. إذن قد تم تبسيط المعادلة الجذرية لتصبح مجرد معادلة تربيعية عادية. ولأهون عليكم فلن نحللها إلى عواملها أو نقوم بالتجميع ولا كل ذلك، دعونا نتعامل فقط مع الصيغة التربيعية. والصيغة التربيعية تفيد بأن حلول هذه هي X تساوي ناقص B، أي ناقص ناقص 25 ويساوي 25، زائد أو ناقص الجذر التربيعي لخمس وعشرون تربيع، 25 تربيع يساوي 625 ناقص 4 ضرب A أي تساوي 4 ضرب C أي تساوي 36، وكل هذا مقسوما على 2 ضرب 4 أي مقسوما على 8. لنستعين بالآلة الحاسبة حتى نجد ناتج هذا، سأخرج الآلة الحاسبة ونقول أن 625 ناقص لنرى هذا تصبح 16 ضرب 36، 16 ضرب 36 ويساوي 49. إنها مربع كامل، فنحن نعلم أن الجذر التربيعي لـ 49 هو 7. لذا دعوني أعود للمسألة. إذن هذه تبسط إلى 49.
إكس تساوي 25 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لـ49 وهو 7، كل هذا مقسوما على 8، وهذان هما الحلان. إذا قمنا بإضافة 7 سنحصل على إكس تساوي 25 زائد 7 يساوي 32، 32 على 8 ويساوي 4. والحل الآخر دعوني أقوم به بلون مختلف، إكس تساوي 25 ناقص 7 أي 18 على 8 ويساوي، إذا الناتج هذه هو 18 تقسيم 8 يساوي 2 والباقي 2 أي 2 و2 على 8 أو 2.25%. الآن سأريكم ظاهرة مثيرة للاهتمام، وربما ستتوقف عندها عندما أوضح لكم اللغز وسأخبركم عن سبب ظهور هذا اللغز. دعونا نفحص نجاح الحلول. إذا لنجرب x تساوي 4، فإذا نجحت x تساوي 4 سنحصل على الجذر التربيعي لـ4 ويساوي 2 ضرب 4 ناقص 6. الجذر التربيعي لـ4 هو 2 موجب 2 ويساوي 2 ضرب 4 وتساوي 8 ناقص 6، وهذا صحيح، إذا نجحت الـ4. الآن دعونا نجرب 2.25%. وفقا لهذا علينا أن نأخذ الجذر التربيعي لـ2.25%. سأقوم بتكبير إشارة الجذر قليلا. الجذر التربيعي لـ2.25% يساوي 2 ضرب 2.25% ناقص 6. الآن ربما يمكنك أن تقوم بهذا ذهنيا، ربما أنك تعلم في أن الجذر التربيعي لـ225 هو 15، ومن هنا يمكن أن يكون بمقدورك إيجاد الجذر التربيعي لـ2.25% وهو 1.5. دعوني أستعين بالآلة الحاسبة لأثبت ذلك لكم. نأخذ الجذر التربيعي لـ2.25% إنه 1.5، الجذر التربيعي الموجب هو 1.5، والجذر التربيعي الآخر هو ناقص 1.5، إذن 1.5. ومن ثم وفقا لذلك فهذا يساوي 2 ضرب 2.25% ويساوي 4.5 ناقص 6. الآن هل هذا صحيحا؟ وهذا يخبرنا أن 1.5 يساوي ناقص 1.5، وهذا غير صحيح. هنا 2.25% لم تنجح لحل هذه المعادلة الجذرية، وهذا ما نسميه بالحل الاستثنائي. إذن 2.25% تعتبر حلا استثنائيا. الآن اللغز هو لما حصلنا على الإجابة 2.25%، ويبدو أننا قمنا بعمل أشياء صحيحة وحصلنا على معادلة تربيعية بالإضافة إلى 2.25%، ولدينا تلميح هنا. عندما نقوم بتعويض 2.25% نحصل على 1.5 يساوي ناقص 1.5. إذا يوجد شيء ما هنا، شيء قمنا به وأعطانا هذا الحل الذي لا ينجح عند استخدامه. وسأعطيكم تلميحا آخر، دعونا نجربه في هذه المرحلة. إذا أمعنا النظر في هذه الخطوة فسنرى أن كلا الحلين صالحين بالفعل، ويمكنك أن تجرب إذا أردت ذلك. في الواقع جرب ذلك بمفردك، قم بتعويض 2.25% بدلا من X وسترى أن هذا سينجح، وعوض بـ4 بدلا من X وسترى أن كلاهما يصلح. إذن كلاهما يعتبران حلان صالحان لهذه المعادلة، كلاهما يعتبران حلان صالحان لهذه المعادلة. إذا حدث شيء ما خلال قيامنا بتربيع المعادلة حيث جعلها مختلفة قليلا. هناك شيء في هذه المعادلة مختلف قليلا عن تلك المعادلة، والإجابة هي أن لدينا طريقتين يمكن أن نفكر بهما، أن نرجع من هذه المعادلة إلى تلك ونأخذ
الجذر التربيعي، لكن لأكون أكثر دقة فأنا آخذ الجذر التربيعي الموجب لكلا الطرفين. الآن يمكن أخذ الجذر التربيعي السالب أيضا، ولاحظ أن هذه مجرد عملية استخراج الجذر التربيعي. ننتقل من هنا، دعوني أكون أكثر وضوحا. هذه العبارة لقد أثبت بالفعل أن كلا المعادلتين وكل من الحل الصالح والاستثنائي لهذه المعادلة الجذرية صالحان للمعادلة. الحل الصالح فقط هو الذي يحقق المعادلة، إذن دعوني أكتب المعادلة وأن كل منهما يحقق المعادلة، لأنه بالفعل لغز مثير للاهتمام، وأعتقد أن هذا سيعطيكم فارق بسيط وسيخبركم بما سيحدث عند أخذ جذر هذه القيم. ولماذا عندما نقوم بتربيع كلا الطرفين يصبح بإمكاننا أن نفكر بها إلى درجة ما على أنه فقد أو الحصول على المعلومات؟ الآن يمكن كتابة هذه كالتالي: x تساوي 2x ناقص 6 الكل تربيع. هذا واحد من الحلول الصالحة لهذه المعادلة، لكن لدينا هنا تفسير منطقي لهذه المعادلة، فيمكن أن تكون x تساوي ناقص 1 ضرب 2x ناقص 6 الكل تربيع. ولما يعتبر هذان التفسيران متساويان؟ لأننا عندما نقوم بتربيع ناقص 1 سيختفي الناقص 1، إنهما عبارتان متساويتان. ولكتابة هذا بطريقة أخرى هي x تساوي نضرب ناقص 1 ضرب ذلك ونحصل على ناقص 2x زائد 6، أو 6 ناقص 2x الكل تربيع. هذه وهذه هما طريقتان لكتابة المعادلة. الآن عندما تمعن النظر في الجذر التربيعي، أو عندما أعتقد أن هناك طريقتان لتفكير فيها عندما نقوم بتربيعها، نفترض أن هذا هو التفسير الوحيد، لكننا حصلنا على تفسير آخر، إذا أوجدنا إجابتين لهذه، لكن الأربعة حققت المعادلة. أتمنى أنك قد استوعبت ما أقوله، لأن كل هذا هو أنني آخذ، يمكنك تخيل، الجذر التربيعي الموجب، ولن نأخذ باعتبار أن الجذر التربيعي السالب، لأنه عندما نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين حتى نصل هنا نكون قد أخذنا الجذر الأساسي فقط. دعوني أعيد كتابة المعادلة الأصلية. لدينا الجذر التربيعي لx يساوي 2x ناقص 6، وأوجدنا أن 4 تعتبر حل للمعادلة، و 2.25% ليس حل، وكان 2.25% ممكن أن يكون حل إذا قلنا أن كلا الجذران التربيعيان لx يساوي 2x ناقص 6. جربها الآن وسيكون لي 2.25% إجابة صحيحة إذا أخذنا الجذر التربيعي السالب لـ 2.25% ويساوي 2 ضرب 2.25% يساوي 4.5 ناقص 6، أي ناقص 1.5. هذا صحيح، الصورة الموجبة هي x تساوي 4، ولهذا السبب حصلنا على إجابتين. وإذا أردنا تربيع هذه، ربما هذه الطريقة أبسط حتى تتذكروا هذا، فإذا قمت بتربيع هذا ستحصل على هذه المعادلة بحيث يكون كلا الحلان صالحان. الآن وربما أنك قد وجدت هذا مزعجا قليلا، وليس غايتي أن أزعجكم، أبسط شيء يمكن أن تفكروا فيه عندما تقومون بحل معادلات جذرية هو أن تقوموا بعزل الجذور وتربيع العبارات وأوجد الحلول، وربما ستحصلون على أكثر من إجابة واحدة، ويجب أن تقوموا بتجربة الإجابات، والإجابات التي لا تنجح تسمى بالحلول الاستثنائية. لكن معظم توضيحي في هذا الدرس كان حول سبب ظهور هذه الحلول الاستثنائية، وأتمنى أنني وهبتكم الحدث بأن المعادلة
تساوي الجذر التربيعي لـ x، والحل الاستثنائي سيكون صالحا في حالة أخذنا موجب أو سالب الجذر التربيعي لـ x وليس الجذر الموجب فقط.